بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الثانوي، ازيك شباب؟ هنحل مع بعض ان شاء الله النموذج رقم 7 من كتاب الماهر على الرياضة البحتة. السؤال الاول: اذا كانت دالة س بتساوي المجموعة 1 و4 2 و3 3 و1، فان دال تركيب دال المتغير 2 بتساوي نقط. هنا الاصل والصورة بتاعته، هنا الاصل والصورة والاصل والصورة. طب هو عايز دال تركيب دال المتغير 2، معناها دال، معناها شباب دال تركيب دالة 2، يعني انت هتجيب دالة 2 تشوفها بكام؟ من القاعدة اللي عندك دالة 2 تطلع ب3، فتشيل دالة 2 دي وتكتب مكانها 3، يبقى انت عايز تجيب دالة 3، دالة 3 الصورة بتاعتها بتطلع ب1، فالإجابة بتاعتك هتختار دال. يبقى انت جبت الأول دالة 2 من الدالة اللي عندك طلع ب3، وبعدين عوضت مكان دالة 2 دي ب3، فبقى عندك دالة 3 بتساوي 1، يبقى الإجابة بتاعتك ب1. السؤال اللي بعده رقم 2: إذا كان 5 مضروبة في 2 أس س زائد 3 بتساوي 80، فإن س بتساوي نقطة. هنا هنقسم الأول على 5، فيبقى 2 أس س زائد 3 بتساوي 80 على 5 فيها 16. 16 عبارة عن 2 أس 4، الأساس بيساوي الأساس، إذا الأس بيساوي الأس، يعني 1 زائد 3 بيساوي 4، يعني س ب1. يبقى إجابتك هتختار رقم أ للسؤال 2. السؤال رقم 3 بيقول هنا 3 أس أ على 5 أس س، كل أس م ناقص ن مضروبة في 5 أس سالب س على 3 أس أ، كل أس ن ناقص م بتساوي نقطة. ده نحلها ازاي؟ لاحظ عندك الأساس 3، وهنا الأساس 5، والتانية برضو الأساس هنا كان 5 وهنا الأساس 3، بس ليه مقلوبة؟ يعني انت ممكن تقلب الكسر بتاعك وتغير إشارة الأس عشان تبقى حالة ضرب أسات متشابهة بتجمع الأسس. يبقى انت عندك 3 أس أ م ناقص أ ن، نوزع الأس، نضرب الأس جوا في الأس اللي برا، وهنا 5 أس م س ناقص ن س، ضربنا السين في ميم ونضرب السين في نون، نون سين. التانية نفس الكلام، هنا 5 أس سالب س في ن، تبقى سالب سين في نون، سالب سين في سالب ميم بموجب ميم سين، المقام 3 أس أ تضرب في نون بألف نون، ناقص الألف تضرب في ميم بألف ميم. تمام. تعالى بقى نشتغل في حالة ضربة الأسات، ضرب الأسات مشابهة بنجمع الأسس، وفي حالة القسمة بنطرح. لاحظ إن دي قسمة 3 في البسط أهي، 3 في المقام، في حالة القسمة تطرح الأسس. هتقول 3 أس أ م ناقص أ ن، هنا الأس اللي تحت هنطرحه، يبقى سالب أ ن زائد أ م. يبقى أنت في حالة الإيه؟ القسمة بتطرح الأسس، ده الأس زي ما هو أهو، واللي تحت هنطرح الأسس بتاعتنا. يبقى أ م ناقص أ ن ناقص أ ن زائد أ م، ده الأساس 3. تعالى بقى الأساس بتاعك اللي هو 5، هنا في البسط سيبه زي ما هو، يبقى سالب س ن زائد م س، وهنا المقام هتطرح تبقى سالب م س زائد ن س. ان في حالة الطرح، الطرح ايه؟ هنوزع الإشارة على المقدار كله، فيبقى عندك هنا 3 أس أ م وكمان أ م ب2 أ م، سالب أ ن وسالب أ ن بسالب 2 أ ن، في 5، هنا 5 أس سالب س ن وموجب س ن هيروحوا مع بعض بصفر، وموجب م س وسالب م س بصفر، يبقى 5 أس 0 اللي هي ب1. يبقى الناتج بتاعك 3 أس 2 م ناقص 2 أ ن، ده الناتج بتاعنا. تعالى نشوف الاختيارات، في 3 موجودة اهيت، وهنا 3 وهنا 3. هنا ممكن تاخد عامل مشترك بين الحدود بتاعتك، يعني انت عندك هنا 2 أ م وهنا 2 أ ن، 2 أ م ها،
واتنين ألف نون. ممكن ناخد الألف عامل مشترك من الأس، تلاتة أس الألف، اتنين ألف هيت عامل مشترك من هنا، ويتبقى عندك ميم ناقص نون. يبقى الإجابة بتاعتك تلاتة أس اتنين ألف في ميم ناقص نون، اللي هي الإجابة الأخيرة رقم د. فهمنا يا شباب؟ يبقى احنا فكينا وبسطنا المسألة. كان ممكن عملنا بطريقة تانية زي ما قلنا في الأول خالص، إن احنا نبدل الكسر ده، حل آخر أهو، تلاتة أس ألف على خمسة أس س، وكل أس م ناقص ن في، نبدل دول، الخمسة أس سالب س تنزل تحت تبقى خمسة أس س، وتلاتة أس ألف تطلع فوق بتلاتة أس ألف بالسالب، تلاتة أس سالب ألف يعني كده، وكل أس ن ناقص م، ونحلها عادي بقى. يبقى انت عندك الاساس اهو، هيبقى شكل ايه الاساس هنا زي هنا، بس في اس سالب موجودة، فالسالب دي هنتخلص منها، تقوم مضروبة فين؟ في الاس اللي فوق بتاعها، فتبقى تلاتة اس الف في ميم اهي، يبقى تلاتة اس الف ميم ناقص الف في نون على خمسة اس س في هنا، طبعا السين هيتضرب هو كمان، يبقى هنا ميم س ناقص نون س، هتبقى زي المسألة اللي فاتت برضه يا شباب. ليه؟ لأن لما نزلنا الأس ده تحت فهي برضه نفس الإيه القاعدة اللي عندنا. لاحظ برضه هنا الأس م ناقص ن، وهنا الأس ن ناقص م، ممكن ناخد السالب منها أصلا عامل مشترك ويتضرب في الأساس بتاعنا، يعني في أفكار كتير في الحل. طيب تعالى نكمل كده برضه، عشان لو حد فكر تفكير تاني برضه يبقى التفكير قدامك وأنت بتحل، ممكن طالب يفكر التفكير ده ويحل بيه، تمام؟ غير الطريقة اللي إحنا عملنا بيها من شوية، يعني كل الطرق بتوصل للحل. هنا س ن ان شاء الله يعني ناقص هنا ايه س م، وتبسط بقى المسألة بتاعتك زي اللي فات. هنا ضرب اهو، بقت تلاتة زي ما هي، ألف م ناقص ألف وألف م وألف م باتنين ألف م اهي، سالب ألف ن وسالب ألف ن بسالب اتنين ألف ن. المقام خمسة أس م س، شايفها؟ وم س هيروح مع بعض، في حالة الضرب بنجمع الأسس، يبقى ده بصفر، ونون س بالسالب معموجة بنون س بصفر، هيبقى يدي واحد، المقام خمسة أس صفر بواحد، فطلع نفس الناتج، تلاتة أس اتنين ألف م ناقص اتنين ألف ن، اللي هي تلاتة أس ناخد اتنين ألف عامل مشترك، يبقى م ناقص ن، تمام؟ ممكن طالب زي ما قلنا يغير إشارة الأس، ياخد سالب عامل مشترك كده ويقوم ضاربها في المقدار اللي عنده هنا. نعمل برضو الطريقة التانية، لو حد فكر تفكير مختلف برضو. كل الأفكار معانا اهيت عشان نشوف الطريقة المناسبة ليك للحل. يبقى تلاتة أس ألف على خمسة أس س، كل أس م ناقص ن في، هنا خد السالب عامل مشترك من الأس واضربه، لما تاخد عامل مشترك هتبقى م ناقص ن، بقى زي الأس اللي فوق، والسالب تتضرب هنا فتبقى خمسة أس س، وهنا تلاتة أس سالب ألف. الأس متساوي، طالما الأس متساوي يبقى نكتب الأس بره كده اللي هو م ناقص ن كلها، ونقوم ضاربين الأساس في الأساس، اللي هي تلاتة أس ألف على خمسة أس س في خمسة أس س على تلاتة أس سالب ألف، فخمسة أس س تروح مع خلف أس خمسة أس س بواحد، ويتبقى لك تلاتة أس ألف على سالب على تلاتة في تلاتة أس سالب ألف برضه يا شباب، ماشي، تلاتة أس سالب ألف على تلاتة أس سالب ألف، نطرح الأسس، يبقى سالب في سالب بموجب أهي، كل أس م ناقص ن، يعني اديك تلاتة أس اتنين ألف، تلاتة أس اتنين ألف، كل أس م في ن، اللي هو الحل بتاعنا، احنا طلعناه في الآخر بصورة أهي، انت تضرب الأس اللي جوه في الأس اللي بره. عندك طرق تلات طرق للحل هما، تشوف الطريقة المناسبة ليك ايه وحل دي. طيب السؤال اللي بعده رقم أربعة، الجذر التربيعي لوغاريتم تلاتة، كل تربيع زائد تلاتة مضروبة في لوغاريتم تلت كل تربيع. طيب تعالوا نحل المسألة دي. هنا الجذر التربيع أهو، لوغاريتم تلاتة كل تربيع، يعني معناها انت تقدر تاخد يعني لوغاريتم تلاتة عامل مشترك؟ لا ما تقدرش، لان هنا ايه، هنا في التمرين في ما ينفعش طبعا توزع الجذر. طيب هنا التربيع برضو ما ينفعش انت تنزله لتحت، ده معناه ان هو الايه لوغاريتم تلت متكرر عندك. طيب التلت ده معناه ايه؟ تلاتة اس سالب واحد، السالب واحد ممكن تنزل تحت، فكر معايا كده، يبقى لوغاريتم تلاتة كل تربيع اهو
زائد 3 لوغاريتم 3 أس سالب 1، السالب 1 جوه هنا، وهنا يا شباب التلاتة مضروبة في المقدار ده أصلا، كل أس 2 أهو. ماشي. طيب هذا الجذر التربيعي، هنا لوغاريتم 3 كل تربيع زائد السالب 1 دي هتنزل هنا هنزلها تتضرب في اللوغاريتم، يعني تبقى سالب اهيت لوغاريتم 3 كل تربيع. لاحظ ان التربيع بيشيل السالب، يبقى جذر لوغاريتم 3 كل تربيع زائد 3 لوغاريتم 3 كل تربيع. بقينا الوقت ايه؟ الاساسات متشابهه، يعني هنا لوغاريتم 3 تربيع زائد 3 لوغاريتم تربيع تقدر تجمعهم مع بعض فيبقى 4 لوغاريتم 3 كل تربيع. هنا بقى تقدر توزع الجذر بتاعك عادي خالص، فيبقى الناتج جذر 4 ب2 واللوغاريتم 3 التربيع الجذر هيشيله، يعني فيبقى 2 مضروبه في لوغاريتم 3، ده الناتج بتاعنا 2 في لوغاريتم 3 موجوده اهي يا شباب اللي هي رقم ج. يبقى السؤال رقم 4 نختار اجابتنا رقم ايه؟ ج. فهمت الطريقه؟ بس دي فكره حل المساله، انت بتخلي التلت ده 3 او السالب 1 وتنزل الاس. فكر كده في المساله وايه ويعني تجتهد فيها لحد ما تتحل. ماشي تمام. طيب نشوف اللي بعدها رقم 5. اذا كان لوغاريتم 5 للاساس 3 بيساوي س، لوغاريتم 7 للاساس 3 بيساوي ص، فان لوغاريتم 5 للاساس 7 بيساوي ن. طيب احنا عايزين نجيب لوغاريتم، فكر كده معايا، لوغاريتم 7 5 اس 7 دي ممكن انت عارف ان هي لوغاريتم 5 على لوغاريتم 7 صح؟ طيب وهو قال لك هنا لوغاريتم 3 لوغاريتم 5 اساس 3 بيساوي س، دي معناها ايه؟ دي معناها لوغاريتم 5 على لوغاريتم 3 بيساوي س. تعالى كده نفكر مع بعض، لوغاريتم 5 لاساس 3 بيساوي س، دي معناها لوغاريتم 5 على لوغاريتم 3 بيساوي س. وبيقول لي لوغاريتم 7 للأساس 3 بيساوي ص، يعني لوغاريتم 7 على لوغاريتم 3 بيساوي ص. طيب احنا عايزين نجيب لوغاريتم 5 على لوغاريتم 7، لو احنا قسمنا ده على ده التلاتة هتروح مع التلاتة، فيتبقى لك لوغاريتم 7 على لوغاريتم 5 على لوغاريتم 7 اللي هو عايزه. اقسم العلاقة دي على دي كده، اقسمهم على بعض. تعالى نقسم، يبقى لوغاريتم 5 على لوغاريتم 3 اللي هي العلاقة الأولى دي سميها علاقة 1 مثلا، ودي سميها علاقة رقم 2. نقول له بقسمة 1 على 2، نقسم علاقة 1 على 2، نقسم الأيمن على الأيمن ونقسم الأيسر على الأيسر ونشوف هيوصل ده، هنوصل للكلام ده ولا لأ. هات القسمة بنحولها ضرب، القسمة بنحولها ضرب يا شباب، ونقلب الكسر التاني. لوغاريتم 3 فعلا راحت مع لوغاريتم 3، فظهر لنا ان س على ص اللي هي بتساوي لوغاريتم 5 على لوغاريتم 7 اللي هو عايزها، اللي هي كانت لوغاريتم 5 على اساس 7، يعني تطلع س على ايه؟ على ص. تمام كده فهمنا الطريقه. يبقى احنا شوف هو كان طالب ايه في التمرين، لوغاريتم كان طالب في التمرين لوغاريتم 5 للاساس 7، فانت لما جيت حليت فكرت بالطريقه دي، فككتها وقلت ازاي توصل لدول من المعطى الموجود، فلو قسمتهم هتوصل للمعطى، فالإجابة بتاعتك هتبقى س على إيه؟ على ص، اللي هي الإجابة ب للسؤال رقم 5. ننتقل للسؤال رقم 6. إذا كانت س بتساوي 25 ظ هاء والص بتساوي 4 ظ هاء، فإن لوغاريتم س زائد لوغاريتم ص بتساوي نقط. لوغاريتم هو عايز لوغاريتم س زائد لوغاريتم ص، دي جمع لوغاريتمات معناها لوغاريتم س في ص. تقدر بقى انت تشيل الس وتكتب مكانها 25 ظ هاء في الص اللي هي 4 ظ هاء. انت عارف ان الظا في الظا بواحد، لان الظا والظا مقلوبين، يعني دي نسبة ودي مقلوبة، فمضروبهم في بعض بواحد، فيتبقى لك لوغاريتم 25 في 4 اللي هي بمية، لوغاريتم 100 اللي هي ب2، لان ال 100 عباره عن 10 تربيع، والتربيع بننزلها في الاول، وتبقى لوغاريتم 10 الاساس 10 اللي هي بايه؟ 1 في 2 يديك الناتج ب2. تمام، يبقى الناتج بتاعنا
هنختار للسؤال رقم 6 الإجابة إيه؟ د. خلاص ما تنساش تعلم على الإجابة. طيب السؤال اللي بعده رقم 7، إذا كان س أكبر من 2 وأقل من 5، فإن معيار س ناقص 2 زائد معيار 5 ناقص س، دي هنعدلها، نبدل يا شباب من خواص المحددات إن إحنا بنبدل الحدين بحيث السين تكون أكبر من العدد التاني، وهنا الأخير هيتساب زي ما هو. ده في حالة بس إيه الطرح، لما يجيلنا 5 ناقص س أو عدد ناقص السين بنبدل الحدين مع بعض. تعال نعوض كده، في هنا في المعيار الأولاني طبعا ده تاخد الشروط، الشرط الأولاني بيقول لك إن السين هتكون أكبر من 2 وأقل من 5، خد مثلا 3 عوضها هنا يطلع بالواحد موجب، يعني أنت تاخد اللي جوه المعيار ده موجب. فاهمين؟ طب عوض بالتانية 3 هنا، 3 ناقص 5 بسالب 2، يعني اللي هيطلع الناتج بسالب جوه، فتاخد اللي جوه ده بالسالب، ويبقى هنا سالب س زائد 5، تغيره يعني كله. عوض بتلاتة، 3 و4 7، يعني اللي هيطلع هنا موجب، تاخد اللي جوه المعيار ده موجب، بس متلخبطش في إشارة بره. هنا ننزل س تروح مع سالب س، سالب 2 زائد 5 هيبقى 3، وهنا سالب س ناقص 4، نزل السالب س زي ما هي، وتلاتة ناقص 4 تبقى بسالب 1، يبقى الناتج بتاعنا سالب س ناقص 1 اللي هو الإجابة 1000. السؤال اللي بعده، إذا كانت دالة س تساوي جا س في ظا س، فعايزين نعرف نوع الدالة، زوجية ولا فردية ولا أحادية ولا خلاف ذلك. طيب أول حاجة هنختبر الدالة، لو دالة سالب س بتساوي، يبقى هنا جا سالب س في ظا سالب س. احنا عارفين يا شباب ان الجا بتطرد الاشاره، يبقى سالب جا س في الظا بتطرد الاشاره تبقى سالب ظا س، وسالب في سالب الموجب يعني يطلع جا س في ظا س، يعني داله السالب س رجعت زي ما هي، رجعت داله س، فدي تبقى داله ايه؟ زوجيه. الداله بتاعتنا داله زوجيه، ناخد الاجابه ب. شوف السؤال رقم 9، أوجد نهاية الدالة عندما س تقول إلى سالب جذر 3. هنا يا شباب هنعوض الأول بسالب جذر 3 هنا، فيطلع 9 ناقص 9 بصفر، 0 على 0، والمقام برضو المقام، لأ المقام ليه قيمة. طيب يبقى التعويض يا شباب هينفع، تعال نعوض كده، نهاية السين لما تقول سالب جذر 3 فيبقى هنا 9 ناقص سالب جذر 3 أس 4 بـ9، المقام سالب جذر 3 أس 2 تبقى 3 زائد 3، فيديك 0 على 6 بـ0، يبقى التعويض نفع. يبقى أول حاجة تعوض قبل ما تتلخبط في التمرين، ما يعني ممكن أسئلة نفعت، ممكن مسألة ما تنفعش أه نشتغل بالقانون، بس هي خلاص نفعت طالما عوضت وطلع عليها قيمة خلاص. يبقى السؤال رقم 9 هتختار ألف. تمام، دايما كده في النهايات بنعوض قبل ما نشتغل في أي مسألة نهاية بتجيلنا. تعالوا نشوف المسألة بعدها رقم 10، نهاية الدالة عندما س تقول لسالب 2، هنا الجذر التربيعي لـ3 زائد س ناقص 1 على س زائد 2، هنعوض كالمعتاد، فيطلع 1 ناقص 1 بـ0، والمقام بـ0، 0 على 0، كمية غير معينة. تبدأ تفكر بقى، هتشتغل بالقانون ولا هتشتغل بالتحليل أو هتشتغل ضرب مرافق، فكر في التمرين، أهم حاجة تعرف تظبط مسألتك. يعني مسألة زي دي ممكن إحنا نشتغلها بالقانون، إزاي؟ أنت عندك هنا س زائد 3، هنا أس نص، تمام؟ لاحظ العدد بتقول لمين؟ للسالب 2، فأنت ممكن تودي السالب 2 بعكس الإشارة، طبعًا هنا ناقص أهي 1، الواحد ده ممكن تخليه أس نص برضه، ما 1 أس يعني بـ1. طب اللي تحت ده ممكن نخليها س اللي هي 2، يعني س زائد 3 ناقص 1، ليه؟ لأن 3 ناقص 1 بـ2، وإحنا عايزينها نفس القاعدة، تمام؟ طب المفتاح ده عايزين نعدله، اللي هي إنها س تقول لسالب 2، هنزود 3 يمين وشمال. يبقى س زائد 3 تقول إلى 3 ناقص 2 بـ1، خلاص أنت كده عدلت مسألتك بالشكل القانون، بقى س زائد 3 أس نص ناقص 1 أس نص على س زائد 3 ناقص 1، اشتغل بقى عادي، اقسم الأس اللي فوق على الأس اللي تحت في العدد اللي هي بتقول له، أس الفرق بينهم نص ناقص 1 بسالب إيه؟ نص، 1 أس أي عدد بـ1، نص على 1 بنص، يبقى الناتج النهائي بنص. يبقى السؤال رقم 10 هتاخد الإجابة بتاعتك نص اللي هي جيم. السؤال اللي بعده رقم 11، نهاية الدالة عندما س تقول إلى 1، س تربيع ناقص
تلاتة س زائد ايه؟ زائد اتنين. يلا شباب عوض معايا بواحد ويطلع ايه؟ صفر على صفر، كمية غير معينة. بعد كده ممكن نحلل، هنا س في س، س تربيع، واحد في اتنين، عايزين نحصل ضربهم اتنين مجموعة تلاتة، واحد في اتنين سالب سالب، هنا س س الأربعة، واحد في أربعة يدي خمسة، الإشارتين شكل بعض حسب اللي في النص سالب وسالب، اختصر س ناقص واحد مع س ناقص واحد، تعوض يبقى واحد ناقص اتنين بسالب واحد، واحد ناقص أربعة بسالب تلاتة، يطلع الناتج بكام؟ بتلت، اللي هي الإجابة جيم. يبقى السؤال بتاعك رقم 11، تختار إجابة إيه جيم. السؤال اللي بعده رقم 12، هات الدالة، جاية تلاتة س ناقص تلاتة ألف على س ناقص ألف، ده س تولي الألف. طيب بص معايا كده، أنت عندك إنها هيت لو عوضت بألف هيطلع صفر، جه صفر بصفر، و س ألف ناقص صفر بصفر، صفر على صفر كمية غير معينة. طيب تعمل إيه؟ حاول تشتغل بالقانون. يعني إزاي؟ هتاخد التلاتة هنا على المشترك الأول أهي، فيبقى هنا س ناقص ألف وتحت س ناقص ألف، دي الناتج بتاعها بيطلع بتلاتة، بس المفروض دي تقول صفر، فهتودي الألف بعكس الإشارة عشان تبقى شكل ايه القانون بتاعنا اللي بيشتغل بيه يا شباب في النسب المثلثيه، بس ناقص الف تقول الى صفر. خلاص كده انت عدلت مسالتك، خلاص طلعت الزاويه شكل الزاويه تمام، وهنا تطلع الحل بايه؟ بتلاتة. فهمنا كده؟ طيب السؤال اللي بعده جبتك بيها اهي، متنساهاش. السؤال اللي بعده رقم 13، إذا كانت دالة س بتساوي اتنين س ناقص تلاتة، وعندك راء س بتساوي س زائد اتنين، أي الجمل الآتية خطأ؟ تعالى نشوفها كده مع بعض. أول واحدة هو عايز الجملة الخطأ، يعني في تلاتة صح، عايزين نختار الخطأ يعني فيهم. إذا كانت دالة س بتساوي اتنين س ناقص تلاتة وراء س زائد اتنين، رقم أ، هل نهاية الدالة عندما س تقول لي واحد اتنين في دالة س زائد تلاتة في راء بيساوي سبعة ولا لأ؟ تعال نعوض كده تلاتة بستة زائد تلاتة في المقدار اللي هو تلاتة س زائد ستة، وعوض كده أربعة في واحد وأربعة ناقص ستة زائد تلاتة زائد ستة، ده هتروح مع دي، وأربعة وتلاتة سبعة، يبقى أول واحدة صح. وعايز الخطأ اللي بعدها، لما نقسمهم على بعض ونعوض عن الس بسالب تلاتة يطلع الناتج باتنين ولا لأ؟ تعالوا كده نقسمهم على بعض، نقسم كده دالتين، الدالة الأولى هي تقول لها عندما س تؤول إلى سالب تلاتة، دالة س كانت اتنين س ناقص تلاتة على س زائد اتنين، عوض يبقى سالب ستة ناقص تلاتة ناقص تسعة، وسالب تلاتة زائد اتنين بسالب واحد هيطلع ناتج بتسعة، يبقى الإجابة دي خطأ، يبقى هنختار ب لأنه عايز الخطأ. طيب السؤال اللي بعده رقم 14، مثلث أ ب ج، إذا كان جاء أ إلى جاء ب إلى جاء ج، تلاتة إلى خمسة إلى سبعة، فإن قياس أكبر زوايا. طيب عشان نجيب أكبر زاوية عندنا يا شباب، أكبر زاوية طبعا بتقابل أكبر ضلع، خلاص أكبر ضلع عندنا اللي هو هيقابل زاوية ج، لأن أنت جاء أ على أ شرطة بيساوي جاء ب على ب شرطة بيساوي جاء ج على ج شرطة بيساوي تلاتة إلى خمسة إلى سبعة. فانت عندك هنا ألف شرطة، ب شرطة، ج شرطة، ألف شرطة تبقى تلاتة، تاخد نسبة تلاتة مثلا، ماشي، تلاتة عندنا نعملها تلاتة س أو تلاتة كاف أي رمز، والجيم شرطة والب شرطة هي خمسة كاف، والجيم شرطة سبعة كاف، معايا كده؟ تمام، تعالوا بقى نجيب أكبر زاوية اللي هتقابل الجيم شرطة اللي هي زاوية جيم، يعني عايزين نجيب قياس أكبر زاوية، هنقول والله القانون بتاعنا نشتغل بيه بقى، احنا عايزين نجيب أكبر زاوية اللي هو جتا جيم، يعني هنقول بيساوي أ شرطة تربيع اللي هو تسعة كاف تربيع، زائد ب شرطة تربيع اللي هي خمسة وعشرين كاف تربيع، ناقص سبعة تربيع اللي هي تسعة وأربعين كاف تربيع، على اتنين في أ شرطة اللي هي تلاتة كاف، في ب شرطة اللي هي خمسة كاف. نكمل مع بعض، يبقى تسعة زائد خمسة وعشرين بأربعة وتلاتين كاف تربيع، ناقص تسعة وأربعين كاف تربيع، على
30 كاف تربيع. هنقسم كاف تربيع تختصر مع كله ويتبقى لك 34 ناقص 49، حط السالب 9 ناقص 4 5 و 4 ناقص 3 1 والمقام 30. طلعت معانا بسالب نص، يعني زاوية منفرجة. زاوية ج هتبقى زاوية منفرجة شباب، هتبقى عاملة كده الرسمة بتاعتنا أيا كان بقى، تمام. هذا زاوية ج هتبقى منفرجة. طب قياسها، احنا عارفين إن جتا 60 بنص، يبقى 180 ناقص 60 بمية وعشرين، يعني الزاوية تبقى 120 درجة. يبقى السؤال رقم 14، تختار الإجابة باء. فهمتوا يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعدنا، رقم رقم 15. ألف باء جيم مثلث مساحة سطحه 35 جذر 3 على 4 سنتيمتر مربع، وعندك الألف شرطة 5 سنتيمتر وقياس زاوية ب 60، فإن جيم بتساوي جيم شرطة بتساوي كام سنتي؟ كده واضح؟ تاني يا شباب اللي مش متابع، مثلث اهو مساحة سطحه، جاب لك المساحة يعني وعايز جيم شرطة. طيب انت عارف ان مساحة المثلث نص حاصل ضرب اي ضلعين في جذر زاوية ب، فهو عايز زاوية ج، عايز هو جاب لك زاوية ب ماشي، يبقى جابها وعايز ج شرطة ماشي، وقال لك إن المساحة 35 جذر 3 على 4، يبقى الب محصورة بين الألف شرطة والج شرطة ماشي. جابة اللي هي جا 60، لأن الب ب 60، الألف شرطة كانت عندك بخمسة والج شرطة أنت عايز تجيبها، وعندك هنا 35 جذر 3 على 4 تمام. اختصر بقى عادي، يبقى هنا 5 على 2 اهيت الجيم شرطة، جا 60 اللي هي جذر 3 على 2، 2 في 2 ب 4، تروح مع ال 4 اللي هناك اهي يا ولاد فاهمين، 2 في 2 ب 4 يعني تختصر مع ال 4، وجذر 3 تختصر مع الايه؟ مع جذر 3، يبقى 5 جيم شرطة بتساوي 35، يعني جيم شرطة بتساوي 7. يبقى الإجابة بتاعتك رقم ألف، اختار ألف للسؤال رقم 15. فهمتوا؟ طيب سؤال 16 بيقول المثلث س ص ع في س شرطة بيساوي 6 سنتيمتر وقياس زاوية س بتساوي 60 درجة، فإن مساحة سطح الدايرة المربع بالأسس، ده عشان دي مساحة الدايرة، أنت عارف يعني القانون اللي هو بين نقطة تربيع، مساحة الدايرة تساوي باي نقطة تربيع، يعني أنت محتاج تجيب نقطة من هنا. طب أنت عارف إن الضلع اللي هو س شرطة على ج س، أنت حافظها من خواص النسب المثلثية، يعني سين شرطة على جي سين بتساوي 2 نق تمام. السين شرطة اللي هي بستة، وهنا جي 60 اللي هي السين بستين يا شباب، بستين جي 60 جي 3 على 2 تساوي 2 نق ماشي. تقدر بقى تطلع ايه نص القطر بتاعك، طول مقام المقام بسط تطلع فوق، يعني الاتنين تختصر مع ايه؟ مع الاتنين اللي هنا، فيبقى 6 على جذر 3 اللي هي نق، 6 على جذر 3 تضرب بسط المقام في جذر 3، ادي المقام عدد غير نسبي، فيطلع ايه؟ 6 جذر 3 على 3، 6 على 3 في ال 2، يبقى نق بيساوي 2 جذر 3 سنتيمتر، ده نص القطر. تقدر بقى تجيب مساحه الدايره بدلاله الباي، لانه في الاختيار عايزها باي، يبقى نق تربيع باي اهيت في مربع نص القطر اللي هو 2 جذر 3، فيطلع معاك 4 في 3 ب 12، يبقى 12 باي سنتيمتر ايه مربع. اجابتك هتبقى د. فهمتوا الخطوات يا شباب؟ تعالوا بقى نشوف مسائل المقال، كده خلصنا الاختياري، نشوف مسائل المقال. بيقول لي ا ب ج مثلث في قياس زاويه ب ب 60 درجه، وعندك ا شرطه 12 سنتي و ج شرطه بتساوي ب شرطه زائد 4 سنتي، اوجد طول كل من ب شرطه و ج شرطه. احنا نقدر نجيب مين يا شباب في التمرين؟ اول حاجه نقدر نجيب ب شرطه، القانون بتاعنا ب شرطة تربيع بيساوي أ شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص 2 أ شرطة ج شرطة في جتا الزاوية اللي هي ب. طيب الزاوية ب 60 درجة، وأ شرطة ب 12 سنتيمتر، وج شرطة ب شرطة زائد 4، أوجد ب شرطة زائد وج شرطة. لو جبنا ب شرطة نقدر نجيب ج شرطة، نجمع لها 4 يعني. طيب احنا هنجيب القانون بتاعنا ونشتغل اهو يا شباب. ب شرطة تربيع بتساوي أ شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص 2 أ شرطة ج شرطة جتا زاوية ب تمام. ال ب شرطة تربيع بتساوي أ شرطة 12 تربيعها ب 144، الج شرطة ب شرطة زائد 4 كل تربيع ناقص 2 في الألف شرطة اللي هي 12 في الج شرطة اللي هي ب شرطة زائد 4 جتا
جتا ب، الستين جتا بتاعتها بنص، النص تروح مع الاتنين اللي هنا، فيبقى عندك ال ب شرطة تربيع بيساوي 144 زائد فك المقدار ب شرطة تربيع زائد 16، وهنا 8 ب الأول في التاني في 2 ماشي، وهنا السالب ما تنساهاش، سالب 12 مضروبة في ب شرطة زائد 4، وهتنسى السالب ده وانت بتفك عشان دي بت ايه بتلخبط كتير، الإشارة دي بتغير للتاني. تمام، يبقى انت عندك ب شرطة تربيع بتساوي 144 زائد ب شرطة تربيع زائد 8 ب زائد 16، هنا فك تبقى ناقص 12 ت ناقص 48، ب شرطة تربيع تروح مع ب شرطة تربيع يبقى صفر بيساوي 144 زائد 16 ناقص 48، 144 اهي زائد 16 ناقص 48 دول مع بعض، وعندك الت 8 ب ليه ت ت ولا ب ب تاني كده، دي ب شرطة يبقى 8 ب ماشي، ودي ب شرطة برضه، دي شرطة ماشي، هما زي بعض شباب، دي ب شرطة ودي ب شرطة ماشي، كمل كده خلاص شباب، مفيش ت اصلا يعني، 8 ناقص 12 بسالب 4، ها سالب 4 ب شرطة، 8 ب شرطة سالب 12 ب شرطة ب4 ب شرطة، تمام كل ده بصفر، ودي ال4 ب شرطة الناحية التانية يبقى 4 ب شرطة بتساوي اجمع بقى 144 زائد 16 ناقص 48، 4 زود عليها 6 تبقى 10، 0 ونطلع بالواحد على 4 تبقى 5، 5 1 6 يعني 160 ناقص 48، يعني 4 ب شرطة بتساوي ده 10 ودي 5، 10 ناقص 8 ب 2 و5 ناقص 4 ب 1 وننزل 1، هنقسم على 4، 14 على 4، 11 على 4 فيها 112 على 4 يعني يا شباب، 11 على 4 فيها 2، 2 في 4 ب 8 بقى 3، 32 على 4 فيها 8 ماشي، يبقى انت جبت مين البيه شرطه طلعت 28 سنتيمتر، خلاص دي بيه شرطه يا شباب. بعد كده نقدر نجيب الجيم شرطه، نجمع عليها 4 بقى، لان الجيم شرطه بتساوي بيه شرطه زائد 4، يبقى الجيم شرطه بتساوي 28 زائد 4 ب 32 سنتيمتر. خطوات واضحة يا شباب كده، نركب معايا تاني، ب شرطة تربيع بتساوي أ شرطة تربيع، ج شرطة تربيع ناقص 2 أ شرطة ج شرطة جتا ب، خلاص مش كده، مفيش ت أصلا موجودة يا شباب، دي ب شرطة ماشي، عشان إيه واحنا بنكتب وفاهمين يعني، بس الخطوات بتاعتنا هي طلعت، و ب شرطة ب 28 و ج شرطة ب 32 سنتيمتر. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، هنا بيقول لي رقم 18، حل المثلث ا ب ج الذي فيه ا شرطة بتساوي 16 سنتيمتر، ب شرطة بتساوي 11 سنتيمتر، وقياس الزاوية ج بتساوي 60 درجة. طيب عشان احل المثلث المقصود بيه ان انا اجيب الاضلاع والزوايا الناقصة، انت عندك هنا ضلعين وزاوية محصورة، يبقى هتجيب العكس بقى زاويتين وضلع ناقص يعني. طيب تعال نحل رقم 18 كده، احنا عندنا ضلعين وزاوية، ممكن نجيب الاول ج شرطة تربيع، يعني طالما ضلعين وزاوية نشتغل بقانون الجتا يعني يا شباب ماشي، يبقى ج شرطة تربيع بتساوي أ شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص 2 أ شرطة ب شرطة جتا ج، يبقى ج شرطة تربيع أ شرطة 16 تربيع 256 ب شرطة ب 121 ناقص 2 في أ شرطة اللي هي 16 في ال ب شرطة اللي هي ب 11 جتا 60 ونص، نص تشيل الاتنين يبقى ج شرطة بتساوي ج شرطة تربيع 617 517 213 ناقص 16 في 11، ج شرطة بتساوي الجذر التربيعي ل 377 ناقص 16 في 11، طبعا الضرب بيسبق الأول يا شباب، نحسبها كده على الآلة تطلع معانا ج شرطة على طول ب 14.2 سنتيمتر، مفهوم كده؟ تعالوا نكمل بقى المسألة، احنا جبنا الوقت ج شرطة، جبنا ج شرطة، نجيب بعد كده ايه مثلا زاوية ب،
يعني احنا جبنا جيم شارت، لسه محتاجين نجيب ال جبنا جيم شارت ده المثلث اهو، الف شرطة ب شرطة ج شرطة. هو كان جايب لي الالف شرطة، فكر معايا كده، الف شرطة ب16، وكان جايب لي ب شرطة ب11، وكان جايب لي زاوية ج، زاوية ج اهي دي جيمها. يبقى فاضل عندي مين؟ الجيم شرطة جبناها، فاضل عندي زاوية ب وزاوية الف. بسيطة، لو جبنا ب نقدر نجمع عليها زاوية ج ونطرحهم من 180 نجيب زاوية الف. ماشي، تعالى نجيب ب شرطة، زاوية ب بقى نجيب زاوية ب يا شباب عن طريق قانون جتا. ها، جتا ب بيساوي، هناخد الضلع الأولية تربيع زائد التاني تربيع ناقص اتنين. احنا خلاص جبنا ايه؟ جيم شرطة. طيب نكتب القانون عشان ما نتلخبطش، ألف شرطة تربيع زائد جيم شرطة تربيع ناقص ب شرطة تربيع على اتنين ألف شرطة جيم شرطة. ماشي، واحدة واحدة كده وانت بتحل ما تستعجلش. ألف شرطة تربيع قول 16 تربيع ب256، وعندك هنا العدد اللي انت طلعته 14.2 تربيع ناقص ب شرطة اللي هو 11 تربيع 121 على 2 في 16 في 14.2، ونعمل الآلة الحاسبة ونطلع الناتج كده. نجيب الآلة، يطلع معانا كام؟ لما شفت كوزين طلعت صفر علامة 7408. نعمل شيفت كوزين كده على الآلة، شيفت كوزين مقياس زاوية ب هيطلع معانا 42. اشتغلوا معايا كده يا ولاد، اتأكدوا من الناتج برضو مقياس زاوية ب، وبالتالي نجيب مقياس زاوية ألف بقى. هنجمع الزاوية ب والزاوية ج اللي عندنا ونطرحهم من 180. نشوف كده مع بعض، يطلع معايا كام؟ 77 درجة و48 دقيقة بزاوية ألف. شوف السؤال اللي بعده، أوجد نهاية الدالة عندما س تقول لخمسة، س ناقص أربعة كل أس ستة ناقص واحد على س ناقص خمسة. عوض كده يطلع واحد ناقص واحد بصفر، خمسة ناقص خمسة بصفر. نقدر نشتغل بالقانون، نحاول نخليها شكل قانون كده يا شباب. نهاية الدالة عندما س تقول إلى خمسة، هنا س ناقص أربعة أس ستة ناقص واحد أس ستة، يبقى س ناقص أربعة ناقص واحد، لأن سالب أربعة وسالب واحد بسالب خمسة دي برضو هنخليها بنفس الكلام. هنطرح من هنا، نضيف هنا سالب أربعة ونضيف هنا إيه؟ سالب أربعة، فتبقى دي بواحد، وهنا س ناقص أربعة، يبقى س ناقص أربعة تقول لواحد. بقت شكل القانون أهيت، المسألة اتظبطت قدامنا خلاص. نعمل إيه بقى؟ لما نيجي نحلها نقسم الأس اللي فوق على الأس اللي تحت في العدد اللي هي بتقوله، بص الفرق بينهم، فيطلع الناتج بستة. شوف التمرين اللي بعده، نهاية الدالة عندما س تقول إلى ما لا نهاية، هنعوض ما لا نهاية بسط مقام، فيطلع ما لا نهاية على ما لا نهاية كمية غير معينة. لاحظ إن درجة البسط هي نفسها درجة المقام، يبقى تقسم يعني طبعا هو يعني طلع الناتج يعني إيه؟ كمية غير معينة، فانت تقسم على اكبر قوة في المقام اللي هي س تربيع يعني ما تيجي تحلها. فيبقى نهاية الدالة عندما س تقول الى ما لا نهاية، يبقى هنا اتنين زائد خمسة س تربيع على س اس اربعة اللي هي خمسة على س تربيع ناقص ستة على س اس اربعة، هنا تلاتة. لما نقسم على س اس اربعة تبقى اربعة على س زائد سبعة س أس أربعة. عوض بقى تبقى دي بصفر، وهنا بصفر، وهنا بصفر، وهنا بصفر، لأن أي عدد على ما لا نهاية بصفر، فيطلع الناتج كام؟ اتنين على تلاتة. السؤال اللي بعده، إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع زائد م زائد اتنين عندما س تكون أكبر من واحد، وتلاتة س تربيع زائد ن س زائد أربعة والس أقل من أو يساوي واحد، وكانت نهاية الدالة عندما س تقول لواحد، دالة س لها وجود، الدالة لها وجود يا شباب معناها النهاية اليمنى بتساوي النهاية اليسرى، يعني دالة واحد باليمين بتساوي دالة واحد من اليسار. ماشي، يعني تقول دالة واحد باليمين بتساوي دالة واحد من اليسار.
طيب دالة واحد من اليمين هتعوض هنا يا شباب فوق، يبقى واحد زائد ميم زائد اتنين، واحد من اليسار ليها أقل من واحد يعني، فتبقى تلاتة في واحد بتلاتة، زائد نون في واحد بنون زائد أربعة، يبقى واحد واتنين تلاتة، تلاتة زائد ميم بتساوي سبعة زائد ايه زائد نون. هو عايز ميم ناقص نون، خلاص ودي دي بعكس الإشارة، ميم ناقص نون ودي التلاتة بعكس الإشارة، سبعة ناقص تلاتة بأربعة، بس ده الحل بتاعك، هيطلع ميم ناقص نون بأربعة. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي إذا كان دالة س تساوي اتنين س عندما س تقع بين تكون أكبر من أو يساوي صفر وأقل من واحد، وهنا باتنين عندما س أكبر من أو يساوي واحد وأقل من أو يساوي تلاتة، وهنا خمسة ناقص س عندما س تكون أكبر من تلاتة وأقل من خمسة. بيقول لي ارسم دالة س ثم موجد المساحة المحصورة بين المنحنى ومحور السينات. دي مسألة رسم يا شباب. طيب احنا هنرسم التزاما بإيه؟ بالقواعد اللي هو قال عليها. ما نيجي نرسم هنعمل مع بعض كده الشبكة البيانية ونحدد عليها الأرقام اللي هو جابها لي، مثلا بالمنظر ده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. هيجيلنا في امتحان أسئلة مقالية كده يا شباب، فنتمرن على الرسم، هيجيلنا يعني النظام الجديد زي ما احنا عارفين. طيب تعالى كده نعوض بصفر في القاعدة بتاعتنا هنا، اتنين في صفر بصفر يبقى صفر وصفر، ده أول واحدة. عوض واحد، اتنين في واحد باتنين يعني واحد لحد الاتنين هنا، تمام، هتتقفل لأن هي في الفترة اللي بعدها تقفل، هي هنا مفتوحة هنا تقفلها. الواحد هيطلع باتنين، والتلاتة هيطلع بتلاتة، خد بالك دي ايه، الواحد هيطلع بكام تاني كده يا شباب؟ الواحد في اتنين باتنين، خلاص. طيب عوض كده بهنا، ادي دالة ثابتة يعني من واحد لتلاتة هنا تبقى ثابتة، لما تيجي تلاتة تبقى ثابتة، يبقى خط مستقيم، تمام. طيب عوض هنا بقى بالاربعة مثلا، من اربعة هنا خمسة ناقص اربعة بواحد، يبقى اربعة وايه واحد. عوض عند الخمسة، هي اقل من خمسة، فاهمين؟ يبقى عايز مساحة محصورة بين المنحنى ومحور السينات من تلاتة لحد خمسة. طيب اربعة طلع بواحد، لو عوضنا بخمسة، خمسة ناقص خمسة بصفر، تبقى هنا، ماشي. لاحظ ان هي ايه منفصلة كده. طيب وصل بقى، وصلتك، هيطلع شبه منحرف يعني. عارفين مساحة شبه المنحرف بتساوي نص مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. الارتفاع عندي اهو يا شباب، ده الارتفاع، يبقى طوله باتنين، يبقى المساحة بتساوي مساحة شبه المنحرف نص مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. يعني بجيب القاعدة الكبرى دي والقاعدة الصغرى واجمعهم، القاعدة الصغيرة طولها من واحد لحد تلاتة يعني طولها اتنين وحدة، القاعدة الصغرى باتنين، شايفين؟ دي القاعدة الصغرى اتنين وحدة الطول، أما القاعدة الكبرى من صفر لخمسة في الارتفاع اللي هو باتنين. نص الاتنين بواحد، اتنين في خمسة سبعة، يبقى سبعة وحدة ايه؟ مساحة أو وحدة مربعة. نشوف اللي بعدها، نوجد مجموعة الحل المتباينة س تربيع زائد تلاتة مضروبة في مقياس س ناقص تمانية وعشرين بيساوي صفر. هنا شباب س تربيع ده عبارة عن مقياس س كل تربيع زائد تلاتة مقياس س ناقص تمانية وعشرين بصفر. هنحلل، يبقى هنا مقياس س وهنا مقياس س، الأربعة في سبعة تمانية وعشرين، الكبير ياخد اللي في النص وده سالب، هنا مقياس س هيساوي أربعة وهنا مقياس س بيساوي سالب سبعة، ده طبعا مرفوض، مينفعش المقياس يطلع بعد السالب يا شباب، أوعى تتلخبط، ماشي. وهنا الس هتبقى قيمتها موجب أو سالب أربعة، يبقى مجموعة الحل موجب أو سالب أربعة. نشوف التمرين اللي بعده، هنا جاب لي متباينة بيقول لي معيار الس ناقص تلاتة أكبر من أو يساوي اتنين. طالما هي أكبر من أو يساوي يبقى هناخد مرة المتباينة بالموجب اللي جواها ومرة ناخده بالسالب، تمام. يبقى انت عندك هنا تقول والله ان س ناقص تلاتة اكبر من او يساوي اتنين، او تقول له ان سالب س ناقص تلاتة اكبر من او يساوي اتنين، فيبقى الس اكبر من او يساوي نعدل الرقم يبقى خمسة، وهنا هتودي تضرب في سالب يعني تتخلص من السالب، تبقى س ناقص تلاتة اقل من او يساوي سالب اتنين. في طلبة حافظها كده،
يعني تاخده اكبر من او يساوي الرقم واقل من او يساوي السالب عادي، مفيش مشكله، دي صح ودي صح. نودي بقى بعكس الاشاره، يبقى السين اقل من او يساوي الواحد. هنرسم خط الاعداد، هنا الواحد وهنا الخمسه، الخمسه مغلقه الى ما لا نهايه كده، وهنا من النهاية. يبقى المجال أو مجموعة الحل، هو عايز مجموعة الحل، مجموعة الحل تساوي هنقول له ح ما عدا الفترة المفتوحة من واحد لإيه لخمسة. فهمتوا كده يا شباب؟ يبقى ده إيه مجموعة حل المتباينة بتاعتنا. طب نشوف التمرين اللي بعده. اوجد قيمة س التي تحقق 3 أس س زائد 2 زائد 3 أس س ناقص 2 بيساوي 246. لما يجينا مسألة زي دي يا شباب بناخد عامل مشترك فيها، تمام؟ يعني انت عندك 3 أس س زائد 2 زائد 3 أس س ناقص 2 بتساوي 246. ناخد 3 أس س عامل مشترك، فيتبقى من الأول 3 أس 2 وبقى من الثانية 3 أس سالب 2 بتساوي 246. يبقى هنا 3 أس س، 3 أس 2 اللي هي 9، والتلاتة أس سالب 2 اللي هي 9، 9 زائد 9 يعني. يبقى 3 أس س بتساوي هنقسم 246 على 9 زائد 9، 9 نوحد المقامات 81 واحد 82. تحسبها يعني بالآلة الحاسبة أو تختصر كده زي ما أنا بعمل مفيش مشكلة. 246 في 9 على 82، هنا دي فيها التلاتة، 3 في 9 ب 27، يبقى 3 أس س بيساوي 27، يعني 3 أس 3 يعني الس هتبقى ب 3. يعني مجموعة الحل تبقى كام؟ بتلاتة يا شباب. فهمتوا؟ نشوف اللي بعدها. وصلنا للتمرين رقم 24. إذا كان لوغاريتم المقدار أ تربيع زائد 3 ب تربيع بيساوي لوغاريتم أ زائد لوغاريتم ب زائد نص لوغاريتم 12، عايزين نسبة إن الأ بتساوي جذر 3 في ب. طيب هنا ده لوغاريتم مقدار وده لوغاريتم جمع، الجمع طبعا هنحوله لضرب، يعني أسيب لوغاريتم زي ما هو كده وأضرب الأعداد اللي أ والب وال 12، بس النص دي محتاجة أطلعها الأول فوق. تمام كده يا شباب؟ حاول تركز معايا. لوغاريتم أ تربيع زائد 3 ب تربيع بيساوي، أقول هنا لوغاريتم أهو، أدي أ زائد لوغاريتم ب، نرجع النص فوق لوغاريتم 12 أس نص. مفهوم كده يا شباب؟ بعد كده بنحلها عادي بقى، يعني زي ما احنا قلنا دول كلهم هتحولهم لضرب. لوغاريتم أ تربيع زائد ب تربيع بيساوي أ في ب في 12 أس نص، 12 ونص اللي هي جذر 12 يعني، يعني بتساوي لوغاريتم أ ب جذر 12، يعني بتساوي لوغاريتم أ ب جذر 12 اللي هي 2 جذر 3، بتساوي هنا لوغاريتم أ تربيع زائد ب تربيع. طالما لوغاريتم بيساوي لوغاريتم يبقى العدد بيساوي العدد، يعني معنى كده ان الالف تربيع زائد ب تربيع بتساوي الف ب في 2 جذر 3. تمام؟ طيب هو عايز يثبت بقى ان الالف بيساوي جذر 3 ب، المقدار ده اللي هو الف تربيع زائد ب تربيع. ممكن طبعا انت يعني تحلل المساله، تستخدم طرق التحليل يعني يا شباب. طب في 3 هي موجوده، ما كتبناهاش فوق، كان في 3 موجوده شايفينها. هنا ممكن نستخدم التحليل، يعني ازاي نودي ده في النص. ركز معايا بس، أ تربيع زائد 3 ب تربيع ناقص 2 جذر 3 أ ب بتساوي صفر. طيب هنحللها ازاي؟ هنفتح قوسين ونشوف عددين حاصل ضربهم جذر 3 ونطرحهم يديك 3 يعني. طيب تعال نفكر بس كده، فكر معايا، دي بسيطة إن شاء الله. يعني هتقول مثلا جذر 3 في 2، 2 جذر 3 مثلا العددين، او ممكن تفكر اللي هو مقدار مربع كامل. حاول فكر معايا بس، يعني المقدار ده ينفع مربع كامل ولا لا؟ ممكن يطلع. حاول بس تشوف معايا طريقة الحل كده، اهم حاجة بس ستف مسألتك انت، لو ستفت صح خلاص. تمام، جبنا ده في النص وهنا 3 ب تربيع. فكر كده، هل هو مربع كامل؟ لو جبنا الجذر الاول بألف وجذر التاني بجذر 3 في 2 يديك 2 جذر 3 اللي في النص. تمام كده صح، نفع مربع كامل يا شباب. يبقى خدنا الجذر الاول وجذر
الأخير اللي هو جذر 3 ب، أهو الجذر الأخير، الجذر الأول والجذر الأخير والشرطة اللي في النص والترباع فوق. لو ضربت الأول ربعته والتاني ربعته هيطلع الأول والأخير زي بعض، واللي في النص الأول في التاني في اتنين أهي. معنى كده إن أ ناقص جذر 3 ب بصفر، يعني الأ يا أولاد هتساوي جذر 3 ب، وهو المطلوب إثباته. بس يعني لما يجيلك مسألة زي دي ما تقفش فيها، تفضل تكمل ماشي تفكر. يعني كتير يجي هنا ويتلخبط مش عارف يعمل ايه. لا انت تحولها معادله صفريه يعني درجه تانية، ودي درجه تانية ممكن تحلل، يجي في دماغك تحليل ما فيهاش التحليل حاول بقى ايه يعني ايه، شوف بالقانون العام بالآلة الحاسبة بتاعتك استخدام القانون العام او اشتغل فيه. لكن هو مش هيجيب لك يعني اعداد مركبه هنا يعني في الجزئيه دي، لانه اصلا طالب يثبت ان ا بيساوي جذر 3 ب، دي اعداد نسبيه، فيطلع الحل معاك يعني. تعالوا نشوف اللي بعدها. السؤال رقم كام؟ 25. وصلنا له يا شباب. هنا بيقول لي اوجد نهاية الدالة عندما س تقول لي واحد. لو عوضنا بواحد تبقى ظا 180 على زتا 90، هيطلع طبعا يعني ايه صفر على صفر كمية غير معينة. 180 ناقص يعني نكتب ان هو باي ناقص باي س، عشان تاخد الباي على مشترك فتبقى لك واحد ناقص س، تمام. وهي في الربع التاني الظا سالبة، سيب السالب بره ماشي. طب الزتا، زتا 90 ناقص يبقى خليها ظا باي على اتنين ناقص باي على اتنين سين. كده انت ما عملتش حاجة لان 90 بيزود حرف التاء، تمام. وهي في الربع الاول ما نحطش اشارة بقى سالب، يبقى عندك لها سين ناقص واحد تؤول الى صفر. هنا ناخد الباي على المشترك فيبقى واحد ناقص ايه ناقص سين. هنا ظا ناخد باي على اتنين على المشترك فيبقى ايه واحد ناقص سين. انت عايز الزاوية تبقى سين ناقص واحد، فتاخد هنا سالب عام مشترك من دول ماشي، تاخد هنا سالب عام مشترك الزات وطرده بره، وهنا تاخد سالب عام مشترك الزات وطرده بره. فالسالب لما تطرده تبقى تحول دي موجب، فتبقى ظا باي في ايه عايزينها س ناقص واحد، اه س ناقص واحد. اخدنا السالب من هنا عام مشترك الزات رددها، وخدنا هنا السالب عام مشترك الزات رددها، بقت السالب اهيت معايا بره اهيت. هنا ظا باي على اتنين في ايه في س ناقص واحد، تمام. الزاوية زي الزاوية، يبقى الناتج بتاعك هتقسم بس المقام على س ناقص واحد، تقول انها لما س تقول س ناقص واحد تقول الى صفر، الدالة اللي عندنا ظا باي في س ناقص واحد على س ناقص واحد، المقام برضو ظا باي على اتنين س ناقص واحد على س ناقص واحد. او تقول على طول الناتج ده بتاع باي البسط يطلع باي مباشرة بقى، ده باي ودي باي على اتنين، باي تروح مع الباي مقام المقام بس يطلع الناتج بايه باتنين ماشي. وكان في معانا هنا اشارة سالبة اهيت، تبقى سالب ايه اتنين ماشي شباب. يعني الاشارة كانت ايه كانت سالبة، طلعناها فوق هنا بقت ايه سالب اتنين الناتج النهائي. يبقى دي فكرة حل التمرين، حاول بس تفهمها كده ركز تاني فيها. يبقى احنا عملنا ايه، خلينا شكل القاعدة اللي عند اللي س ناقص واحد، فقلنا باي ناقص باي س اللي هي في الربع التاني الظا سالبة، وهنا تحت الزطا خليتها حولتها الظا 90 ناقص الزاوية مش بتعمل حاجة في يعني في الظا اللي موجودة، يعني هي ترجع لأصلها الزطا اللي هي ظا 90 ناقص باي على اتنين هي 90، والتسعين والميتين وسبعين كانوا بيزودوا حرف التاء ويشيلوه. كمل عادي بقى، ناخد الباي على المشترك من هنا وهنا باي على اتنين، ونلاحظ ان س ناقص واحد المفروض تبقى ليه زيها، فناخد السالب على المشترك الظبط وطرد الإشارة، تحول دي موجب وطردتها تحول دي سالب. بعد كده طلع الناتج بقى ايه، طالما الزاوية زي الزاوية والنهاية بتقول لصفر، يبقى بنقسم الباي على الباي على اتنين، ناتج البسط يعني الباي وناتج المقام باي على اتنين باي على باي على اتنين تديك اتنين، وإشارة سالبة تبقى سالب اتنين. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي في المثلث أ ب ج، إذا كان أ شرطة على ج أ بيساوي ب، إذا ب شرطة على ج ب بيساوي 36، فإن طول نص قطر الدائرة الخارجية عن المثلث أ ب ج تساوي ب شرطة على ج ب تساوي ج شرطة على ج ج بتساوي 2 ناق، تمام. طيب هو عمل إيه هنا؟ بيقول لك أ شرطة على ج أ زائد ب شرطة على ج ب، يعني هيجمع ناتج الأول زائد الناتج التاني، والناتج الأول باتنين ناق ده اتنين ناق، والناتج التاني برضه باتنين ناق، كل ده قالك بستة وتلاتين.
يعني 4 نق ب36، يعني نق بتساوي 9، نص القطر ب9 سنتي، 36 على 4 × 9. بس فهو عايز ايه؟ نص قطر الدايرة الخارجة، بيطلع الناتج بكام يا شباب؟ ب9. وعايز ايه بقى؟ طول نص قطر الدايرة الخارجة يبقى نق بتساوي 9. خلاص كده مظبوط، ومش عايز حاجة تاني. لو كان عايز المساحة كنا نقول المساحة باي نق تربيع، أو هو عايز المحيط مثلا أو 2 باي نق حسب ما هو طالب، لكن هو عايز نص القطر بس. السؤال اللي بعده رقم 27 بيقول لي إذا كان دالة 2 بتساوي 5 والدالة العكسية لتلاتة بتساوي 6، فإن الدالة العكسية لخمسة زائد دالة 6 بتساوي نقط. طيب إحنا عايزين نجيب إيه؟ الدالة العكسية الخمسة زائد دالة 6. الدالة العكسية للخمسة ب2، اهي الدالة العكسية الخمسة بكام؟ ب2، والدالة مدالة 6 تديك 3. بس خلاص كده خلصت المسألة مباشرة يعني، فاهمين؟ يعني لما نرجع الأصلات يبقى دي دالة 6 ب3، ودي الدالة العكسية الخمسة ب2، بس يبقى 2 زائد 3 ب5. السؤال اللي بعده رقم 28 آخر مسألة، إذا كانت دالة س بتساوي -1 و2 و0 و3 و1 و4 و2 و7، ورأس س بتساوي -2 و -3 و -1 و -1 و-2 و-3 و5، فإن دال زائد راء للمتغير س بيساوي، فعايزين نجمع يعني الدالة دال والدالة راء. طيب إحنا هنستنتج إيه من الكلام ده يا شباب؟ الأولاني طبعا يعني لما يجيلك دالة فيها نقطتين، الأولاني بينتمي للمجال والتاني المجال المقابل، يعني نقدر نطلع مجال دالة س هنسميه م1، مجال الدالة الأولانية يعني. المجال الدالة الأولانية اللي هي -1، اللي هي الأرقام الأولانية -1 والصفر والواحد وإيه والاتنين، تمام؟ -1، وعندك إيه تاني؟ وعندك 0 1 و2. طيب تعالى نجيب مجال رأس س نسميه م2، اللي هي -2 -1 والواحد والتلاتة. طيب احنا عايزين نجيب دال زائد راء انهي واحدة في دول؟ فاللي هنحلها بفكرة يعني عشان تجيب المجال المشترك في حالة الجمع جيب تقاطع يعني، فهنحلها بالفكرة دي يعني، هنشوف انهي واحدة في دول المجال بتاعهم نتيجة الجمع طلع التقاطع بتاعهم. فهنقول والله المجال الأول تقاطع مجال التاني المشترك بقى اللي هو -1 والواحد فقط. فأنت هتشوف الاختيارات اللي الإحداثي السيني والصادي بس فيه -1 و1، أنهي واحدة فيهم؟ أدي -1 وإيه؟ وده 1، ده اللي معانا أهو، اللي هو الإجابة إيه؟ رقم ج. يبقى عندك تقاطع بين المجال الأولى، المجال الأولانية اللي هو -1 و0 و1 و2، وهي التلاتة الدالة التانية -2 و -1 و1 و3، الجال المشترك بينهم اللي هو التقاطع طلع -1 و2. فبصينا في الاختيارات لقينا في ايه؟ -1 موجودة وواحد، وهنا -1 و1 موجود، فاختلفنا بقى هناخد دي ولا دي؟ فرجينا يبص ايه يا ولاد، لقينا انها جمع، جانا المسألة انها جمع، فتقوم باصص للنقطة اللي فيها -1 و2 هنا، والنقطة اللي هنا فيها -1، يعني هنا -1 و-1. لما نيجي نجمعهم مع بعض نجمع الدالتين، هتجمع الصور الـ2 - 1 تديك 1، تمام؟ وهنا اللي معاه 1 و1 اهي، ده 1 وهنا 1 اهو، اللي هو المجال المشترك بينهم، اجمع 4 و2 6، فتاخد الإجابة ايه؟ ج. دي فكرة حل المسألة، مسألة قوية يا شباب، حاول بس ايه تفهم الطريقة بتاعتها بتاعت الحل. يبقى جبنا اللي وصلنا كده ان احنا عارفين ان في حالة الجمع للدالتين بنجيب مجال الدالة الأولى ومجال الدالة التانية نجيب التقاطع، تمام؟ بعد كده بنشوف قاعدة الجمع اتطبقت فين. انت خلاص عرفت ان -1 و1 ده الأصل بتاعك، فعندك اختلاف اهو، فترجع تشوف المسألة اللي فيها -1، النقطة اللي فيها -1 فين؟ اهي النقطة اللي فيها -1 اهي، تقوم جمع بقى ايه؟ الصور اللي عندك، تمام؟ لأن دالة -1 طلع ب2، ودالة -1 طلع ب-1 هنا، فلما جمعنا الاتنين مع -1 هتطلع ب1 أهي، ولما جمعنا 4 و2 طلعت 6، فالإجابة بتاعتنا تبقى إيه؟ الإجابة ج. أتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب الامتحان، وربنا يوفقكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.